اللي بيدور مني جات اليوم. والله يا ابن عمي الدنيا ضريب، والقرف القرف 600 ريال هذا بالنسبة لهذه الأيام. هذه الأيام الناس ما حصلوش في اليمن. كنا راكنين على صحبه غير صحبه، لكن هذه الأيام والله معذورين يا ابن عمي. ما حد ما عايش إلا كاش، ضرب كاش، 50 كاش، واللي عندهم ضرب وعاد جاهز يدور لك يطلب مننا قاعد. يا أخي يا جماعة الخير هذه الأيام ما حد يوم في الأول حاسب الأولى، حاسب الرزق عندكم الأولى، وبعدين أطلب. يعني ما يكون هذا ما قد صدقت الأول. طب هذه الأيام بريد، كان من أول اشتغل 10 15 كيس، ما حد يقول لك يا صاحبي يعني هات حتى حق خرج ما فيش. أما الآن كاش، الزارع في كاش، المقود شي كاش، العمر شي كاش، كل شي كاش كاش، وانت ما معنى الا نقول لك كاش كاش كاش، ما بقاها كاش. وبالسعر اللي يقولوا اصحاب الكاش اللي بيدور مني قاعد اليوم. والله يا ابن عمي الدنيا غريب، والقرف القرف 600 ريال هذا بالنسبة لهذه الأيام. هذه الأيام الناس ما حصلوش في اليمن. كنا راكنين على صحبه غير صحبه، لكن هذه الأيام والله معذورين يا ابن عمي. يوم حد ما عايش إلا كاش، ضرب كاش، واللي عندهم ضرب وعاد جاهز يدور لك. يا أخي يا جماعة الخير هذه الأيام